السلام عليكم عمو مختار. راح اشغل السيارة مثل ما قلت، شوف العادم. طبعا الـ RPM راح يبقى هيجي شوية شوية، لما يحمى السيارة يعلى على الواحد وفوق الواحد، واحيانا ينزل الواحد وتجول الواحد بنقطة بس. شوف العالم، لا في دخان اسود، بس الصبح لما نشغل يطلع دخان ابيض ويروح، يعني ما يطول 3 دقائق ويروح الدخان الأزرق أبيض على أزرق، بس هسه حاليا لا ما يبين، يعني يمكن أشوف، يمكن ما أعرف، ما يبين. راح أدوس عليه.